السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ إزيكم يا جماعة؟ بص، أنا شفت الطريقة دي، أنا قلت أجربها وشفتها على الكواي. بص، أنا حط عليها إيه؟ صوص الشوكولاتة. عملت صوص الشوكولاتة دي وحطيت عليها، بس الشوكولاتة دي من تفكيري أنا. إحنا هنخلي جنى تدوق وتقول إيه رأيها. يلا خدي سلمي على الناس. إيه ده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله مفروده ليه؟ طب انا هعمل الكيكه اللي والدتي قالت لي عليها وهنزلها لكم في فيديو، بجد طعمها حلو. طيب يلا بينا نشوف يا جماعه الاختراع العبيط اللي انا عملته دوت، يا رب ينفع. انا جبت معلقه وعايرت بيها هنا معلقتين دقيق، نص معلقه بيكنج باودر، معلقه كبيره كاكاو خام، هنا برضو كيس فانيليا، وحط معلقتين سكر. هقولهم تاني، معلقتين دقيق، نص معلقة بيكنج باودر، معلقة كاكاو خام، وعندي كيس فانيليا، ومعلقتين سكر. لو عندي كاكاو محلى هتحطي معلقة سكر واحدة. هنزل كل الحاجات الجافة دي كده هنا في الطاجن ده. وبقلبهم مع بعض. لو هتعملي كمية اكبر ما هتضعفي اهو. بصوا، وهحط معلقتين زيت. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي معلقة وادي معلقة. افضل ايه؟ اللبن، ثلاث معالق لبن، واحد، اثنين، ثلاثة. لو اقول لكم في المقادير السريعة دي، وهقلب كده اهو. معلقة كسرت. بصوا بقى هي محتاجة لبن، بحط شوية. هي المعلقة صغيرة، حبة صغيرة تاني لحد ما تبقى متوسطة. انا زودت في اللبن، احط بقى ايه زي دي معلقه زيت صغيره. هو بس اللبن اللي زودته. بصوا بقت سايله ازاي. هنزل ده كده. انا قلت اجرب دي، طلعت حلوه. بعد كده بعمل الحجم الكبير، هحطها في الفرن. جبت بقى هنا زبونه صغيره، هعمل فيها صوص الشوكولاته للكاكاو. شويه كاكاو كده صغيرين حلوين. ده كده يجي معلقتين. عندي سكر بودر، احط يجي معلقتين. وبعد كده
هحط شوية لبن صغيرين، بقلب كله كده مع بعض، بنزل بالزيت وأقلب أقلب أقلب. بص ابتدت تلف ازاي، بص بقى اتلفت ازاي. هخليها بقى ايه يعني متجانسة شوية بحبة لبن صغيرين، حبة صغيرة حبة صغيرة. افضل اقلب كده لحد ما ايه، وممكن تعمليها في الخلاط، بصوا لحد ما تشرب ايه حبه اللبن اللي انا حطيتها. من حطيت السكر وحطيت الكاكاو وحبه الزيت، بصوا اهي اهي، بصوا عامله زي الشوكولاته. بصوا جمالها اهي، حطها بقى في التلاجة وبعدين بطلع الكيكاية. بصوا يا جماعة طلعتها من الفرن اهي، بعمل كده بصوا اهي بقى استوت. هنحط عليها بقى صوص الشوكولاتة. بصوا يا جماعة هحاول ان انا احط عليها كده بقى طبق. تعرف تعمليها؟ هنجرب يا ستي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. لزقت لزقت مش طول الرحمة الله. خد صوص الشوك. انا هاكل هو ملزق. عندك بس الشوكولاته؟ لا هي المشكله ان انا ما حطيتش في القعر ايه، ما بطنتهاش. لو كنت بطنت خليتها مبطنه، يعني ايه مبطنه؟ اقول لك يعني، يعني انا احط المفروض حته زبده او زيت واكملها واحط عليها حبه دقيق بعد ما امسحها كلها، وبعد كده ايه هنزلها السائل فيها. انا ما عملتش كده. بصوا هاتي معلقه صغيره. طيب بصوا يا جماعه حلو ازاي. معلش انا فاشله شويه في الحلويات، انا في الحلويات فاشله شويه، بس انا في الاكل الحقيقي بيبقى حلو قوي. اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تحطش ملح احسن. اكله جديده واختراع جديد.